حلم ظل يراود والدة الطفل يوسف أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد بعد إصابته بشلل رباعي إثر حادث تعرض له. من أجل ذلك ناشدت الأم وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام: أنا واثقة إن الرئيس السيسي هيقف جنبي وهيساعدني، وبفضل الله وبفضل رئيسي عبد الفتاح السيسي ابني هيرجع زي ما كان إن شاء الله. لم تتوقع أن تكون الاستجابة سريعة بهذا الشكل، ففي لمسة إنسانية من الوزارة كانت الاستجابة. يعني بمجرد ما أسماء خلصت التليفون كنت بلاقي مكتبه بيتكلم فين تليفون أسماء وفين عنوانها. وفي مركز العلاج الطبيعي التابع لوزارة الداخلية بدأت مراحل العلاج. الحمد لله بفضل الله يوسف تلقى مجموعة جلسات مميزة على ايد اكفأ دكاترة المتواجدين في مصر بل وفي الشرق الاوسط كله. مجموعة جلسات تتمثل في جلسات علاج وظيفي، علاج يدوي، يعني مجموعة يعني متنوعة من الجلسات، واهم الجلسات دي طبعا كان العلاج المائي اللي ادى الى تقدم الحالة بشكل كبير وادى الى ان الحالة تطورت بشكل كبير والقدرة العضلية للجسم بدأت تستعيد قواها والأطراف بدأت تستعيد نشاطها. وطبعاً على رأس الجلسات دي وأهمها طبعاً هو جهاز اللوكومات أو جلسات اللوكومات. الجلسات دي كانت ليها سبب رئيسي في أن ابني وبفضل الله في خلال 3 شهور استعاد القدرة على المشي مرة تانية، لأن الجهاز ده تختص بيه مستشفى هيفن ويختص بيه وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية. فهو جهاز ما شاء الله يعني أدى إلى أن الولد حالته تطورت بشكل مميز، المشية تكاد تكون الحمد لله شبه طبيعية. الحمد لله وشكر لله، يعني إحنا شفنا مجهود كبير جدا داخل مستشفى هيفن. برنامج علاجي متكامل وضعه قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بإشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين طبي وعلاجي وتأهيلي بهدف استعادة الطفل لحالته الطبيعية بشكل متدرج. بعد أشهر من العلاج تحولت حالته الصحية وظهر تحسن ملحوظ في حالته ليعتمد بشكل كامل على نفسه بعد أن كان يعتمد على الآخرين في تحركاته، وبما يسمح له بالعودة لممارسة حياته الطبيعية مع التردد على المركز لاستكمال جلسات العلاج الطبيعي اللازمة. الحمد لله يوسف دلوقتي قدر يعتمد على نفسه اعتماد كلي، يقدر يقعد لوحده، قادر يتعامل بشكل طبيعي. وتأتي الاستجابة السريعة من وزارة الداخلية لهذه المناشدة الإنسانية لعلاج الطفل يوسف تأكيداً على الدور الإنساني للوزارة ومساهمتها الاجتماعية الفاعلة في دعم ومساندة المجتمع، فتكفي هذه البسمة على وجه الطفل الذي استعاد حياته من جديد. الحمد لله ابني النهاردة وصل للشفاء الكامل والحمد لله، وإحنا لسه طبعاً بفضل الله مكملين وإن شاء الله بإذن الله هنوصل للشفاء التام، والف شكر. كنت جاي مستشفى هيفن وانا ما بتحركش، والحمد لله بفضل الله بعد 3 شهور الحمد لله بقيت اتحرك وبمشي الحمد لله. وانا بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية ان هم خلوني ارجع امشي مرة ثانية.